حكيمتي مسكن حتى أتمكن، سجل الكورة ومن المرمى تمكن. هيام ستار ترد على منتقديها بخصوص أغنية أشرف حكيمي. هاجمت الراقصة هيام ستار منتقديها بخصوص أغنية أشرف حكيمي التي أصدرتها عقب فوز المنتخب المغربي على ملاوي، وقالت هيام في فيديو مباشر لها أنها امرأة شريفة وما قامت به هو عمل في المستوى وماشي شي حاجة اللي ما مزياناش. وزادت الراقصة هيام شي وحدين تقولوا حكيمي مشى فيها بحال لمهم اللي كانت تتغني. هذه راهغا هيام ستار امرأة شريفة. واسترسلت المتحدثة أنها امرأة شريفة دعويها كيستقبلهم الله واللي دارت فيها يديها كتسسر. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.